كده يعني انت اون. اوكي مساء الخير، وحشتونا خالص خالص. It's good that we can contact again. Let us start praying. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation. Deliver us from evil, Jesus Christ our Lord. King and power, glory forever and ever. Amen. فنشكر صانع الخيرات رحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا عضدنا أتى بنا إلى هذه الساعة وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام الضابط الكل رب إلهنا أيها السيد رب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا لي أشفقت علينا وعجبتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس وأشرار قيام العدل الخفيين والظاهرين انزاه يا رب عن وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا عن هذه الكنيسة المقدسة عن كل شعبك وأولادك ومرضى شعبك أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو لا تدخلنا في تجربة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعم ورأفات محبة البشر ألوات ابنك الوحيد الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين ارحمني الله كعظيم رحمتك ومسك كسرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي تطهرني أعرف أنا باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت لأني أنا ذا بالآثام وبالأبي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامت حكمتك ومستورات تنضح علي بزوفك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا فرحا فتبتعي عظام متواضع اصرف يا ربك أكن خطاياي امحي كل أثامي قلبا نقيا اخلقه في الله روحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي ثبتني فعلم الأسماء طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعد يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أسرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله إنعم يا رب مسرتك على صهيون وتمنى أسور أورشليم حينئذ يقربون على مذبحك العجول هللويا مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين النهاردة عشان الموضوع بتاعنا هيبقى خاص بيوحنا 3 نيقوديموس ومقابلته مع السيد المسيح
فنبتدي بترنيمة اسمها جايين يا أبانا. لو تقولوا معايا أنا هحط الموسيقى ونرنم مع بعض. جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبه يطلب رحمة من عنده بقلوب محتاجة إليه. جايين يا أبانا اسمع لدعانا بالتواضع يرجع شعبه يطلب رحمة من عنده بقلوب محتاجة إليك. درجانا فيك يا إلهنا وحنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. أرضنا عطشانة بالجروح مليانة بنفيد حبك ترويها وحسد ايدك تشفيها وتردها تاني إليه. أرضنا عطشانة بجروح مليانة انفيد حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها تردها تاني إليك. درجانا فيك يا إلهنا وحنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنقرب على حد المولود أعمى. القراية النهاردة الجمعة في لو خدتوا بالكم في الكتمارس هتلاقوها نيقوديموس مقابلته مع سيد المسيح يوحنا 3:1-13 فالأصحاح موافق ومناسب جدا جدا للأسبوع. ونيقوديموس شخصية تستحق الحياة الدراسة وشخصية عجيبة لأنه كان واحد من 72 مجمع السنهدريم ودول كانوا هم المجلس الأعلى للقيادة الدينية في كل إسرائيل. لكنه كان شخصية عجيبة لأنه في يوحنا 2 يعني آخر أصحاح 2 بتاع يوحنا وعدد 23 بيتكلم على إماء يعني الناس كتير أمنوا ومن ضمنهم كان نيقوديموس. فبعد كده هو لما قابل السيد المسيح في أول مقابلة ليه قال له نحن نعلم أنك أنت أتيت من الله. We know that you came from God.
حديث ربنا يسوع مع نيقوديموس هو أحد 11 حديث جم في يوحنا، لكن ده أول حديث يتم بين شخص واحد والسيد المسيح. ساعات إحنا بنقول شمعنا نيقوديموس جاء ليلا، يعني هو هل هو فعلا كان خايف لحسن الناس يشوفوه ويروحوا يفتنوا عليه في مجمع السنهدرين؟ ده يعني معظم التفسيرات بتقول كده، لكن النهاردة قريت تفسير جميل قوي قاله. طب ما هو ممكن يكون بيستنى يسوع بالليل لغاية ما يروح ويرتاح ويعرف ياخد معه وقت لينس تايم بقى، يعني at his convenience، لأنه عنده أسئلة كتير وعايز يتمتع بربنا يسوع. كمان دي حاجة تعلمنا ان احنا الليل ده ربنا اختاره عشان احنا برضو نتمتع بربنا يسوع. كان دايما البابا شنودي يقول كلمة عجيبة قوي، كان يقول لما كانوا هما رهبان في الدير ويكون في يوم مثلا قمري جدا جدا القمر يكون مكتمل، كان يقولوا الليلة دي خسارة فيها النوم. يعني ايه؟ يعني الليلة دي عايزة ايه؟ عايزة اختلاء بربنا يسوع. طبعا هو كان فريسي، والفريسيين معروفين انهم كانوا يعني لهم قرارات صارمة في الامور الدينية، وكان من اكبر معلمي الناموس في اسرائيل. والسيد المسيح لما اتكلم معاه شرح له موضوع الميلاد الجديد او الميلاد الثاني او بورن اجين زي ما بنسمي دلوقتي، في بعض الكنائس بيسموا نفسهم بورن اجين، لكن هو كل مسيحي should be born again، كل واحد مننا should be born again. كلمه بورن اجين معناها مولود من السماء، مولود من السماء. الاباء قالوا لنا انه الانسان يتولد مره من ابوه وامه البيولوجيكال بيرث، وتاني مره بيتولد من الكنيسه، بحيث تبقى God the Father is the Father، ربنا يسوع هو الأب السماوي، والكنيسة تبقى هي الأم. فيبقى برضو الإنسان برضو له أب وأم، زي ما الإنسان له أب وأم جسدي، كمان الإنسان له أب وأم روحي، ربنا والكنيسة. الحديث مع نيقوديموس يوضح سؤال كده كان سأله ربنا، الموضوع الميلاد الثاني من الماء والروح. فطبعا نيقوديموس ما كانش فاهم، قعد 3 سنين عشان يفهم كلمة الميلاد من الماء والروح، وان الميلاد من الماء والروح ده معناه مع عملية هدم وبناء. يعني هدم وبناء؟ يعني موت وقيامة، او موت بالدفن في المية مع المعمودية، وقيامة في مع المسيح عشان يعيش حياة جدية مع المسيح. عملية الهدم والبناء دي احنا بنسميها في الكنيسة عندنا اللي هي جحد الشيطان، لما بيدخل الام تجحد الشيطان عن ابنها والاب، دي عملية هدم. هدم يعني الإنسان العتيق ده خلاص إحنا بنموته بنشيله. يعني إيه؟ يعني إيه برضو؟ يعني كل العادات الوحشة، الخطايا القديمة، الإنسان القديم كله ده we get rid of it، وبناخد طبيعة جديدة. الطبيعة دي هي طبيعة من خلال ميلاد الروح القدس، يعني بقى القائد بتاع الروح الإنسانية هو الروح القدس. البابا شنودة يقول مفروض إن الروح الإنسانية هي اللي تقود الجسد الإنساني، والروح القدس هو اللي يقود الروح الإنسانية. فبالتالي يبقى المهيمن والشخص الوحيد اللي هو بيسيطر على الحياة الروحية هو الروح القدس، وهو ده الميلاد من الماء والروح، أو الميلاد الثاني أو born again. بداية من نيقوديموس هتلاقوا إنجيل يوحنا يبتدي يخصص الكلام عن توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله، ها ملكوت الله في داخلكم. Repent because the kingdom of God is at hand. It's very soon. وكلمة kingdom of God أو كلمة ملكوت الله قريب، مش معناه يعني قريب يعني بكرة الصبح هتحصل القيامة، لا. كلمة ملكوت الله معناها أني إمتى أنا حبتدي أتعرف على الملكوت ده، لأنه الكتاب المقدس قال ها ملكوت الله في داخلكم. طب يعني إيه ملكوت الله في داخلكم؟ يعني إمتى أنت هتعرف على الملكوت ده؟ إمتى هتعرف على ربنا يسوع؟ يوم ما حبيت تعرف عليه هو ده اليوم اللي هو بتاع البورن أجين، هو ده اليوم بتاع أن أنت دخلت الحياة الجديدة بقوة الروح القدس. طبعا في تكنيكاليتيز بعد كده، في حاجة اسمها توبة، وفي حاجة اسمها اعتراف، في حاجة اسمها إيمان، وفي حاجة اسمها معمودية. كل حاجات دي بتسبق المعمودية لو كان الشخص كبير، لكن لو كان الشخص صغير احنا بنعمد الأطفال على إيمان البيرنتس. الكلمة اللي اتقالت عن توبة
عن التوبة هي كلمة ميتانيا. كلمة ميتانيا، وكلمة ميتانيا كلمة عجيبة قوي. كلمة ميتانيا معناها تغيير الذهن أو تغيير الاتجاه أو تغيير المسار أو تجديد الذهن، إن الواحد ياخد حياة جديدة ما كانتش قبل كده. وهو ده المعنى الحقيقي لكلمة التوبة الحقيقة، إن الواحد ما يقدرش يعيش حياتين، ما يقدرش الواحد يعيش حياة في العالم. وإحنا اتكلمنا من يومين ثلاثة على الهيبوكرسي، نادر يتكلم على الديوال لايف، على واحد له شخصيتين، ده ما تنفعش في الحياة الروحية. لذلك تأتي المعمودية في مقدمة التوبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المعمودية تأتي في مقدمة التوبة بمعنى أني لازم أنا أموت أو أقبل أن أنا أموت أو أقبل أن أنا أشيل كل الخطايا دي علشان أقدر أتوب، وبعد كده أقدر أقبل الحياة الجديدة. التوبة أو الميتانيا لازم تبقى جادية، جادية. ويحكي لنا البابا شنو حكاية عجيبة، أو بيقول إيه؟ بيقول في مرة وهو كان راهب، كان ماسك العمال، كان العمال يعني قال اشمعنى دول بيخدموا في الدير وما ياخدوش خدمه روحيه، فهو خد على عاتقه ان هو ياخد اعترافاتهم ويتابع معاهم. فكان في مره واحد اسمه عم حنة، فقال له عم حنة انا ما شفتكش مع الطابور بتاع الاعترافات. قال له يعني ايه اعترافات يا ابي؟ قال له يعني تيجي تعترف. قال لي ابرضي؟ قال لي يعني ايه اجي اعترف؟ قال له يعني تيجي تقعد معايا وتكون محضر لو انت عن خطاياك يعني، وتتوب عنها قبل ما تيجي وتعترف بيها. قال له حاضر يا ابي. وفعلا عم حنة ده راح واعترف بخطاياه، وبعد كده قبله مثلا بعد 3-4 شهور قال له عم حنة انت ما جيتش تاني. قال له اجي تاني ليه يا سيد؟ قال له مش هتيجي تعترف؟ قال له عيب يا سيد، عيب، ما تقولش كده، كل خطية قلتها لك ما عملتهاش. هو كلام عيال. الابروتش عجب سيدنا البابا شنودة قوي، قال انه خد الحياة الروحية بصورة جدية. يعني الاعتراف اللي اعترفه معاه ما رجعش تاني. واحد الاباء يقول كلمة عجيبة او يقول لم يذكر لي ان الشيطان كان اسقطني مرتين في خطية واحدة. معنى ان لو هو وقع من خطية ما يكررهاش تاني. ودي كمان شفناها في توبة أوستينوس، وشفناها في توبة مريم القبطية، وشفناها في توبة موسى الأسود. توبة أو تغيير مسار، بس ما بنرجعش تاني إيه للحياة الوحشة تاني. حتى إني أوستينوس لما عشيقته يطلو بعد ما تاب وخبطت عليه فما بيردش، فقالت له أنت فين يا أوستينوس؟ لا أوستينوس مات. يعني ده اللي بقصده بقى كلمة موت ودفن. لكن بنحتاج إلى ده التوبة، ودي معنى كلمة تغيير المسار. عاش نيقوديموس يريد أن يفهم ما معنى كلمة الميلاد من الروح، الميلاد من الماء والروح. إن لم يقدر الإنسان أن يدخل، إن لم يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. واضح من كلام نيقوديموس أنه كان آمن بالربنا يسوع زي ما قلت لكم في آخر يوحنا، لأنه الكتاب يقول يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، أن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. يبقى هو آمن ومصدق أنه ده مش بس رباي لكنه هو أتى من السماء. هو نيقوديموس لما جه في الأول لربنا افتكر أنه حيديله يعني تدريبات فيزود البر بتاعه، لأنه كان كل الفكر الفريسي أنه الإنسان يدخل السماء إذا عمل أعمال الناموس. بمعنى أنه يقدر يدخل السماء لو صام مرتين وعمل العشور، وهي اللي بنسميه أعمال البر. لكن طبعا كل الكلام ده ما كانش يفيد، لو ما فيش إيمان بربنا مش هيحصل هذا الفكر. وكان فاكر أنه السيد المسيح هيديله لستة من الأعمال يعملها وبكده يزود إيه أعمال الناموس بتاعته. لكن وده على فكرة الفكر اليهودي كاملا، لأن حتى لو تفتكروا الشاب الغني لما راح قبل السيد المسيح قال له ماذا أعمل؟ ها؟ لأرث الحياة الأبدية. يعني اللي ممكن أعمله علشان أنا إيه؟ أنا أقدر أدخل السماء. برضو كان التفكير العمل الإنساني أو الفكر الإنساني، لكن طبعا كل الكلام ده ما كانش ربنا يسوع في ذهنه خالص. ربنا عايز توبة وتغيير اتجاه وإيمان بالرب يسوع، وبعد كده المعمودية دي تحصيل حاصل فيما بعد عشان الإنسان يقدر ياخد إمكانيات الروح. طبعا الميلاد من السماء أو الميلاد الثاني
أو الميلاد من الماء والروح، كل ده اللي بنسميه born again، ده بيدي للإنسان privilege، بيدي الإنسان امتياز خطير كبير جدا جدا، وهو أن الإنسان يكون ابن لله، بنوة. دي أعظم هدية خدتها البشرية، أعظم هدية خدتها البشرية. كان في ملك في مرة بيتناقش مع وزير وبيقول له، يعني هو كان ليه لازم ربنا ينزل ويعمل ويتجسد؟ ما كان ممكن يبعت أي حد. فالوزير حب يثبت له هذا الأمر بس بصورة يعني عملية. فالملك ده كان عنده بيبي، طفل صغير أو لسه مولود مثلا شهور كده، وكانت الناني بتاعته كل يوم الصبح تنزل تنزله وتمشيه بالعربية بتاعته الصغيرة. وفي يوم من الأيام راح هو الوزير ده للناني وقال لها، بكرة الصبح في الميعاد اللي بتمشى فيه أنا والوزير عند حمام السباحة بتاعته الكبير، أنا والملك قصدي، أنا عايزك تجيبي نفس الاسترولر ده بتاع البيبي اللي بيبقى فيه البيبي، بس ما تحطيش فيه الولد، تحطي فيه عروسة ضل كده وتلفيها زي البيبي بالظبط وكأنها جوه. وبعد كده لما أقرب أنا والملك جنبك، امسكي انتي الاسترولر ده وارميه في المية. قالت له حاضر. فجي تاني يوم والملك ماشي هو والوزير، والملك عارف ان دي قدامه ناني شايلة البيبي بتاعه ابنه، وجم قربوا لغاية ما قربوا منه قوي، وراحت الناني رمت الولد العروسة دي فين في المية. فلما حصل كده الملك ما قالش للوزير نط هات البيبي، لكنه اللي حصل الملك هو اللي نط علشان ينقذ الولد. ولما مسك الضال فهم. ده يوريكوا يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا، يوريكوا انه الانسان ده، البنوة اللي احنا خدناها ان احنا بقينا ابناء لله، دي حاجة امتياز خطير رائع. لما بتكلم عن الناس، اي انسان ما كانش يعني من الايمان المسيحي يقول اعظم شيء في المسيحية هو انك تقدر تقول يا ابانا. والحقيقة دي طلعت من فم ربنا يسوع نفسه جميلة، لما قال حينما تصلون قولوا يا ابانا. لا اعود اسميكم عبيدا لان العبد لا يعلم ماذا يعمل سيده، لكنني قد سميتكم احباء. يعني انا انتوا ولادي وحبايبي. انا مش عايزين يا جماعه ننسى الحقيقه دي. احنا ساعات بنتوه في العالم والزحمه، بنتوه من الفكر ان احنا غاليين جدا عند ربنا. شوف انت قد ايه غلاوه ابنك عندك، شوف انت مستعد تعمل ايه عشان ابنك. اهو ربنا مليون مره اكتر مننا، لانه محبته محبه unconditional، محبه فياضه. لذلك احنا بنقول ان ساعات لما يجي الشيطان كده ويقول على فكره الكورونا فيروس دي جت علشان ربنا يعاقبنا، يا جماعه ما ينفعش كلمه يعاقبنا. ربنا مش بيعاقب. ممكن ربنا يعني يسمح كده بتجربه عشان تترمي انت في حضنه. عارف المنظر المشهور قوي لما مثلا ام تقعد تزعق لابنها وانه عامل حاجه غلط فالولد يروح مرمي في حضنها، هو ده بالظبط الصوره اللي احنا عايزينها دلوقتي. لما بتبقى الصوره بتاعتنا مش حلوه، يبقى احنا محتاجين ان احنا نترمي في حضن ربنا، لانه مفيش اغلى من الابن. البنوه دي شيء جميل. المعمودية طبعا يعني داخلين احنا على 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 معمودية مع حد، المعمودية حد الجيدة، حد التنصير بنسميه حد التنصير. كانوا يعمدوا الموعوزين في يوم الحد اللي جاي ده، وتبقى الزفة بتاعت 2 weeks later بتاعت القيامة وتبقى زفة المعمدين دول في زفة القيامة، تبقى كأني واحد كان ميت وقام من الأموات، موت ودفن، زي موت وقيامة زي ما اتفقنا على كده. والمعمودية دي يعني المية اللي بنتعمد فيها دي مش مية عادية طبعا. أبونا لو تاخدوا بالكم تلاقوا قبل ما بتوصلوا
الكنيسة بيكون أبونا صلى صلاة اسمها صلاة المية، يحول المية دي من مية عادية إلى مية قادرة أن تغفر الخطايا. هو دي كلمة سر. يعني كلمة سر؟ كلمة سر يعني حاجة بتحصل أنت مش شايفها، حاجة بتحصل أنت مش مدركة. إيه اللي بيحصل؟ إن الطفل ما بينزل بينزل بخطاياه وبيطلع بيور، بيطلع نقي، بيطلع لابس توب أبيض. كان في مرة في القرون الأولى، في أول ثلاث قرون، كان ساعة ما كان في الحكم الروماني وكانوا بيتريقوا على المسيحيين، فكان في جوليان الامبراطور يوليانوس، كانوا يجيبوا له كده الكلاونز ويقعدوا ايه يعملوا مسرحيه للمسيحي، يعني يتريقوا على المسيحيين. فكان في واحد كلاون اسمه بورفوريوس. بورفوريوس ده كان كلاون وكان عم بيعمل حاجه الايف، فكان يجيب ميه كبيره وكان ينزل فيها وبعد كده يطلع ويعمل نفسه نفس تمثيلية القيامة اللي بيعملوها المسيحيين، يعني يتريق. وفعلا جاب المية ونزل فيها ورشم نفسه زي ما بيرشمه، لكن جوه المية شاف نور عجيب جدا جدا جدا، فخرج. يعني اللحظة دي آمن على طول، فخرج من المية وقال أنا مسيحي. فافتكروا بيتقن الإيه، بيتقن المسرحية، أنا مسيحي أنا مسيحي. ولما حاولوا ان هم يسنوا عن عزمه قال لهم انا فعلا مسيحي وشفت نور، والنور ده هو اللي انا عرفني ان دي مش ما هي السخريه، لكن انا امنت بربنا يسوع. واستشهد في اللحظه وفي التو وفي نفس اليوم. ده يثبت لكم او نقول ان الميه دي قادره على مغفره الخطايا. شهيد كبريانوس بيقول كلمه جميله، بيقول الذي يولد من الماء والروح يصير ابن لله. هذه هي الولادة من السر. طبعا ولادة من السر، نحن ما بنشوفش ازاي اتولد، لكن البابا شنودة كمان بيقول اليوم ده اللي احنا بنتعمد فيه هو اليوم اللي بيتحدد فيه ملاك للطفل ويقعد معاه طول حياته، طول حياته. يعني كل واحد فينا له one guardian angel، كل انسان فينا له one guardian angel بيرافقه. فياريت ياريت احنا ما نزعلش الملاك الحارس بتاعنا، بالعكس نفرحه بالصلاة وبالكتاب المقدس وبالكنيسة. ربنا يفتح الكنائس. مين كان يصدق ان احنا الصلوة اللي بنصليها بنقول اجعل باب كنيستك مفتوحا امام كل المؤمنين، يجينا يوم ونقعد كده نتضرع كل الكنيسة نقول هلو يا رب افتح الكنيستين. القديس إكليماندوس الأسكندري بيقول كلمة حلوة، بيقول المعمودية تغسلنا من كل عيب، تجعلنا هيكل الله المقدس، تردنا إلى شركة الطبيعة الإلهية بواسطة الروح القدس. يعني تخلي كل واحد فينا هيكل والروح القدس ساكن فيه. معمودية هي سيارة كل إنسان هيكل للروح القدس، تطلع منه صلوات وتطلع منه الهيكل المسبح ده، يطلع منه تدرعات ويطلع منه تسبيح. لذلك بقى كل إنسان، كل إنسان متعمد يقدر يقول أبويا السماوي هو أبويا، أنا شريك وأخ في وعضو في كنيسة مقدسة كلها. الحكاية عضو في الكنيسة المقدسة دي، تعرفين أبونا مخيل إبراهيم كان عنده ابن وتنيح في سن 26 سنة، وكانت صدمة عجيبة، وكان هو ابن وحيد، ويعني ابن وحيد ولد وعنده أظن بنت تاني، لكن الولد ده كان خادم معاه جيد قوي في كنيسة. وفي يوم من الأيام كان في مشكلة كده في ذهن أبونا مخيل، ومش عارف مين يحلها، مش عارف. فبيقول له يا ابني لو انت كنت معايا دلوقتي انا كنت زماني عرفت المشكله حلها ايه. فلقاه ظهر له قال له بابا خير، في حاجه انت عايزني؟ قال له ايوه يا حبيبي. قال لا لا انا مش عايزك في حاجه، لا لا خلي بتوبك الابيض ده في الجاي ايه نوسخه. القصه دي تثبت ان الكنيسه اللي اعضائها في الارض هنا
وأعضاء في السماء هم one church هم one، هم كنيسة واحدة. لذلك بنسمي اللي على الأرض كنيسة مجاهدة، واللي على السماء واللي في السماء كنيسة منتصرة. بمعنى لما واحد فينا بينتقل من أحبائنا، هو ما بيتقطعش من الكنيسة، ما بيتشالش، هو لسه في الكنيسة، بس اللي هي نصها تحت ونصها فوق. لأن جميعكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. معنى جميل قوي قوي. يعني إماجن كده، أنت لما بعد ما بتتعمد وبتصير ابن لله، بتبقى أنت لابس المسيح. يعني إن لما يجي الشيطان يحاربني يقولك إيه ده، لا أنا هحارب المسيح ويمشي. لذلك إحنا we don't fight Satan with our power، we fight Satan with the Lord Jesus Christ. إحنا بنحارب العدو بالمسيح الساكن فينا. لذلك ما يقدرش يهاوب ناحية كنيسته وناحية بيته وناحية ولاده. قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، أن العبد لا يعرف ماذا يفعل سيده، أما أنا فقد قلت لكم كل شيء. لكن هل البنوة دي يعني بس كده امتياز ونشان ونحطه؟ لا، البنوة دي مسؤولية جامدة، مسؤولية لازم كل واحد فينا ياخد باله أنه يكون على مستوى الابن. أن احنا، لأن مش بس احنا كده، احنا كمان سفرة. يعني سفرة يعني أنا شاهد للمسيح، السفير ده هو شاهد لبلده. فمن يوم ما تعمدت وبقيت ابن لله، أنا بصير سفير أشهد للمسيح وفي كل مكان أروحه. في كلمة حلوة قال: عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض. التوب الأبيض اللي بلبسه للمعمد هو يشير إلى الحياة اللي حيعيشها على الأرض، وده التوب اللي حياخده في السماء. لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض، لأنهم مستحقون، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمي أمام أبي وأمام ملائكته. ولاد الله غليين عليه جدا جدا جدا، لكن الامتيازات اللي خدناها وإحنا كأبناء امتيازات كتير. أولا بقت في إمكانية الإنسان يعيش فوق الخطية، بعد ما كانت الخطية مسيطرة على العالم في العهد القديم، بقوا في قديسين وفي ناس يشهدوا للمسيح، وفي ملايين ملايين يشهدوا المسيح. في كتاب نزله دير أبو مقار اسمه بدمائهم. الكتاب ده بيشرح فيه الشهداء اللي 19 قرن الأولانيين والعشرين قرن الآخرين. يعني 19 قرن شهداء، 19 قرن وشهداء آخر قرن. تعرفين جايبين النمبرز أكتر في القرن الأخير عن 19 قرن بأجملهم. ده يوريكم ان سفراء كتير جدا 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 بيشهدوا للمسيح، شهداء كتير جدا. ادانا ربنا واحنا ابناء، ادانا حرية. انتم اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيد للناس. ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبد للمسيح. انا من هنا ورايح هفكر بس ارضي المسيح، مش هفكر بس أرضي الناس. لذلك في كورنثوس الأولى يقول: كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحلي لكن لا يتسلط عليها شيء. حرية بمعنى أن أنا مفيش حاجة تخليني عبد وزليل ليها، لا دراجز ولا ألكوهول ولا أي حياة دانسة ولا أي علاقة وحشة. كل الحاجات دي تخلي الإنسان مننا يصير حر في شخص المسيح. أيضا امتياز ثاني خدناه إن إحنا نقدر نحب الآخرين، زي ما كتب: أنظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله. يعني دي محبة كبيرة قوي قوي، لكن في نفس الوقت إحنا كمان لازم نحب الآخرين ونغفر للآخرين. لأنه إزاي أنا ممكن أطلب مغفرة وأنا مش قادر أسامح اللي قدامي؟ هو الكتاب المقدس في العهد الجديد قال: أحبوا أعدائكم. ليه؟ لأنه هو عارف أنه حيدي الإمكانية أن الإنسان يقدر يحب عدوه. وقصص قد كده مكتوبة عن هذا الأمر. استفانوس طبعا مثال منهم.
واحد بيترجم من أعدائه وهو بيصلي لهم وبيقول لا تقم لهم هذه الخطيئة لأنهم لا يعرفوا ماذا يفعلوا. قصة عن واحد اسمه جراسموس هتلاقوه في السنكسار، قصة عجيبة جدا، كان خطاط ونساخ، كان يقعد ينسخ كتاب. فكانوا زمان يا جماعة ما كانش كل واحد عنده كتاب مقدس زي عندنا دلوقتي في البيت كل واحد عنده 20 كتاب مقدس. كانوا زمان هو كتاب مقدس واحد منسوخ بالإيد وكان الدير كله يستعمله، فراهب مثلا عايز يروح يقرأ مثلا حتى في متى حتى في لوقا حتى في كرونسوس يروح الكنيسة ويطلع الكتاب ده ويفتحه ويقراه ويتاخد يتعزى بيه. جه في مره ضيف الدير من الدير جوه الدير وسرقه، سرق الكتاب ده. طبعا الكتاب ده كان سعره طبعا رهيب عشان يتباع، فراح سرقه وراح يبيعه عند واحد فقال له عايز فيه كام، قال له مثلا، قال له تبيعه بكام مثلا، قال له مثلا ب 18 دينار مثلا. فقال له طب سيبه لي بس يوم كده لغايه انا مسأل يعني لغاية ما رد عليك بكرة. فخد الكتاب هو الراجل بتاع المحل ده، هو عارف مين نساخ في المنطقة، عارف جراسموس، فراح لجراسموس الراهب وقال له أنا راح واحد اداني الكتاب ده عشان يبيعه مبارح، أنت إيه رأيك تمنه كام؟ قال له هو قال لك كام، مع أنه عارف أنه خطه وده كتاب اللي كتبه. قال له قال لك كام؟ قال لي 16 دينار. فقال له آه سعر كويس خده يعني اشتري، ما قالوش لسرقه ولا ده بتاعي ولا بتاع الدير ولا حاجة. فرجع هو عند المحل وخد الكتاب. فتاني يوم الراجل راح له عشان يشتري الكتاب يبيع الكتاب، قال له اديني الفلوس بقى. فقال له انت خدت وسألت مين؟ قال له انا سألت الراهب جراسموس. قال له راهب جراسموس؟ قال له اه. قال له قال لك ايه؟ قال له قال لي السعر غالي شوي، هاي يعني بتشطر عليه. قال له لا 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 أنا مش عايز أبيعه ولا أدون. خده ورجع للراهب جراسموس وعاد يتوسل إليه أنه ياخده باك، وما كانش جراسموس عايز ياخده. بس تعجب أنا على أن واحد بيتسرق وهو لسه بيغفر للقدام. فالمحبة اللي أعطيت لنا وإحنا كأبناء دي حاجة برضو من عمل الروح القدس أو من ثمار الروح القدس. أما ثمار الروح فهو محبة، أول حاجة محبة، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة من عند الله. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. بولس الرسول كلمة جميلة بيقول لا تكونوا مدينين لأحد إلا بالمحبة. يعني عايز تبقى في حاجة في تبقى في دين بينك وبين أخوك، خليه بالمحبة. يعني خلي المحبة هي اللي تبقى التمن اللي ندفعه. والمحبة دي عاملة زي الحفرة، كل ما تاخد منها تزيد، كل ما تاخد منها تزيد. بهذا يعرف العالم، ربنا ساب لنا علامة واحدة لو احنا أبناء، يعني لو احنا أولاد الله فعلا، وفي علامة واحدة سابها لنا، قال بهذا يعرف العالم كله أنكم تلاميذ إن كان لكم حبا بعضكم لأجل بعض. احنا عندنا محبة لبعض هيقولوا دول أولاد ربنا. أول ما يشوفوا فيه بينا إدانة والشين وكلام في ظهر بعض وانتقاد وبغضة وتريقة، يبقى يقول لك دول ناس ما يعرفوش حتى ربنا. الحاجة بقى كمان الإمكانية الجميلة الجديدة إن الخطية لا تلغي البنوة. الخطية لا تلغي البنوة. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني انا خاطي وبغلط، بس لما بغلط ربنا ما يجيش يقول لي انت مش ابني. لانه لو خدتوا بالكم في مثل الابن الضال، الابن الضال قال ابني هذا كان ميتا فعاش، والولد نفسه قال انا هروح اقول يا ابتاه. فالولد قال يا ابتاه وهو الاب، والابن والاب قال ابني هذا كان. فالبنوة ما بتروحش، لأن البنوة أو الخطية لما بتحصل التوبة بيسموها جرن تاني للمعمودية. كأني كل مرة بتوب وبعترف كأني أنا نزلت المعمودية وطلعت زي البيبي اللي هو سنه 40 يوم ولا 80 يوم ونضيف وبيور ونقي نقي. كما يترأف، بصوا الآية بتقول إيه، كما يترأف الأب على البنين هكذا يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف أننا تراب. لذلك
عند كلمة اجعلني كأحد أجراءك، وراح حط إيده كده إيه على فمه وقال له ما تكملش. لما قال له أخطأت الأسماء قدامك ولست مستحق أن أضع لك ابنا، مرضاش يخليه يكمل اجعلني، لأن تاني بقول البنوة دي ما بتروحش. ربنا بيبص علينا وبيعرف ضعفنا، خاصة لو احنا بنتوب بقلب. كمان البنوة بتاعتنا بتدينا امتياز اسمه الملكوت، الملكوت الأرضي والملكوت السماء، الملكوت الأرضي والحياة الأبدية في السماء. بتدينا غلبة، كل من ولد من الله يغلب العالم. القدرة بتاعتنا، القدرة مش بتاعتنا، ان احنا نبقى نقدر نغلب الشيطان، دي قدرة من السماء ربنا حطها لنا بالروح القدس لكل ابن مولود من المعمودية. لذلك لابد ان احنا نسلك بالروح، ومسؤوليتنا احنا سفراء نبشر بسيد المسيح ونقول تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله. حكى اب كاهن حكايه كده عن الاشتياق للسماء، حكايه عجبتني قوي. بيقول كان بيخدم في كنيسه، اب كاهن كبير، الكلام ده كان في الايتيز 1980s يعني، كان بيخدم في كنيسه وكان يشوف واحده عجوزه كده ارمله كانت تيجي بدري قبل العشيات وقبل القداسات. الحقيقه المنظر ده انا شفته كتير في مصر قوي، يعني كنت اروح الكنيسه الامبرويس عندنا في العشيه وفي القداس، مثلا القداس دي 7:30 ما فيش ولا واحد دخل، لكن كانت تلاقي واحد او اتنين ستات كده الكبار دول عواجيز يروحوا. طبعا دول مش بيروحوا عشان ياخدوا فلوس ولا يشحتوا، لا دول بيروحوا عشان بيحبوا قوي قوي ربنا، كانوا بيحبوا ربنا جدا، مشتاقين للكنيسه ومشتاقين للصلاه ومشتاقين للتواجد جوه القداس والتواجد جوه الكنيسه. فبيقول كان في واحده اسمها ام رزق كانت ارمله، وجوزها عاش معاها فتره صغيره جدا وتنيح، وبعد كده كان يلاقيها يعني موجوده، وكان يلاحظ انه يعني هو بيقول كده انه فوق راسها كده زي ما يكون نور ووشها منور، ولدرجه من كتر حبه فيها حطها، يعني كان عنده اوضه كده فاضيه في الكنيسه وهي عشان ارمله وفقير حطها تقعد فيها. فكان يقول ان كان يشوف كتير الاوضه كانت منها. طبعا ده يثبت لكم ان الناس الفقراء دول ان هما بيبقوا اتقياء، بيبقوا زي الملائكه بالظبط. ففي يوم من الايام ابونا ده حصلت له حادثه وهو اللي كان بيراعها، والحادثه دي اثناء ما هو قاعد في البيت بعد الحادثه الارمله دي تنيحت، فاللي صلى عليها اب كاهن تاني، فكان هو زعلان قوي ان هو يعني ما لحقش يعني يصلي على الست دي، لان هو كانت غاليه قوي عنده. فجات له في بعد وهو نايم، جات له ظهرت له وقالت له ازيك يا ابونا، قال لها مين انت، ست العذراء؟ قالت له لا مش ست العذراء، انا مرز، اسمها مرز كان. قال انت مرز، انت شابه صغيره جدا. قالت له اه احنا في السماء بنبقى كده. قال لها مش ممكن ترجعي؟ قالت له ارجع ازاي، ارجع ازاي، انت لو تشوف المجد اللي احنا فيه هنا ولا ثانيه في الارض. انا بس عايز اقول لك ان الكلام اللي بقوله لك ده كلام حقيقي، انت هتروح تحت السرير، ابعت حد تحت السرير بتاعي هتلاقي حله هتلاقي فيها 315 جنيه خدهم، عشان دول كانوا كنت بوزعها مع الفقراء. اتاريها هي كانت بتاخد احيانا يعني فلوس من الناس وكانت توزعها هي على الفقراء، زي بالظبط القصه اللي كان قالها ابونا تدرس الفقيره الغنيه. واحده انا بس بقول على الحته الاولانيه بقى، انه الاشتياق للكنيسه والاشتياق للسماء والاشتياق لربنا، دي مفروض تبقى حياتنا كاولاد لله كبنين لابن. الانسان المعمد الابن يعيش واشتياقاته كلها في السماء. بيقول ميخا النبي بيقول يعود ويرحمنا، يدوس اثامنا وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياكم. ايه البحر دي؟ دي المعموديه. المعموديه في في لحظه المعموديه، وبعد المعموديه البحر ده هو ايه السر بتاع غسل الارجل. ايه غسل الارجل؟ ما انا استحميت مره، وبعد ما استحمى الكتاب المقدس قال
يحتاج فقط إلى غسل رجليه لأنكم كلكم طهرون. إيه غسل الأرجل؟ التوبة والاعتراف والتناول. كل مرة بتوب وبعترف وبتناول أنا بغسل أقدامي وبصير مقدس. هل ممكن ربنا يقبلني في آخر وأنا سيرتي وحشة ومهما تكون حالتي؟ القصة اللي حكيها لكم دي قصة حقيقية. زوجة طلبت من أب كاهن يجي يحل مشكلة في البيت عندها. وراح أب كاهن كبير وأب كاهن صغير، قعدوا وسمعوا المشكلة. هو الزوج بيتهمها بالزنا وأنها بتخرج في أوقات هو ما يعرفش مكانها، وتليفونها ما يعرفش بتردش ليه، والأماكن اللي بتروحها بتلعب بتكذب فيها. فهو قال أني أنا بشك فيها. ففضلت هي تدافع عن نفسها وتبرئ نفسها، وقعدت أقنعت أبونا وأبونا أن دي مجرد شكوك، ودي طول حياته في الشكوك دي، مش حاجة جديدة عليه. وهم من الأبين دولة مسكوا الزوج قالوا له يعني بلاش تشك كده، وخد بالك من بيتك ومن مراتك وكده. وبعد كده هذه المرأة مرضت مرض خطير ودخلت المستشفى وانطلبت من أبونا يجي ناولها. فأبونا راح يناولها، فقالت لأبونا أنا عايز أعترف. قال لها تفضلي. قالت له تذكر يوم ما كنت جيت أنت وأبونا علشان تحلوا المشكلة بتاعتي بتاعت البيت؟ قال لها آه. قالت له كل كلمة قلتها لك كانت كده، أنا ضحكت عليكم وأنا إنسانة زانية وأنا مشيت في الخطية وأنا غلطت كتير وضحكت على الكنيسة، بس أنا تبت. وأنا مبارح في المستشفى رفعت قلبي وقلت له يا رب أنت ممكن تقبلني زي ما قبلت اللص اليمين. فبتقول في نفس اللحظة دي صورة المسيح بانت في الستارة بتاعت المستشفى بصورة، بتقول الصورة دي ما شفتش في البشرية كلها جمال زيها. وكان على وشه ابتسامة، بس هي سمعت من جواها، هي من جواها هي صوت بيقول لها بكرة الساعة 4 هتيجي، أنا قبلت توبتك. طلبت من أبونا يناولها وناولها، والساعة 4 ودقيقة وصلت مكالمة تليفون لأبونا بيقولوا له فلانة مشيت. فعرف أني مهما تكون حالة الإنسان الخاطي، مجرد ما بيرفع قلبه ربنا، ربنا مستني بس أن احنا نتوب ونرجع له. لذلك التوب الأبيض بتاعنا ده لابد أنه ينضف، ينضف من الكبرياء وينضف من الشتايم وينضف من الأفكار الوحشة وينضف من المناظر الوحشة بنشوفها، علشان التوب الأبيض ده ما ينفعش ندخل بيه السماء وهو فيه أي بقع. المعمودية هي ثياب العرس اللي هندخل بيها. عارفين المثل اللي قاله ربنا يسوع لما قال في واحد ملك عمل وليمة وجاب ناس وقال لهم تعالوا ادخلوا، فما كانوش يقدروا يدخلوا، فقال له طب روحوا الأسواق والشوارع وندخلوا كل الناس. فالناس اللي دخلوا في واحد منهم ما لقاش عليه ايه الثياب ده؟ هو المعمودية، هي الحياة الجديدة، هي البنوة لله، هي تبعيتنا للمسيح طول حياتنا وحياتنا الروحية اللي تمشي منظمة. لذلك هي توب أبيض نعيش بيه طول حياتنا. نصلي مع بعض صلاة صغيرة، وهقرأ لكم كلام عجبني قوي كنت قريته امبارح للشيخ الروحاني، الشخص اللي بيعيش مع ربنا، يعني قد ايه الحياة بتبقى جميلة اللي عايشها الإنسان مع ربنا. شوفوا بيقول ايه الشيخ الروحاني، بيقول طوبى للذي قطع حديث العالم من فمه ليتحدث معك، لأنك تظهر له ذاتك وتعزيه آلاف مضاعفة وتصير أكله وشربه وغطاه، تفرح قلبه وتبهج نفسه وتسير معه كل حين لتعرفه ذاتك، يهرب من الشمس ليتمتع بنورك، يغلق بابه لتفتح له بابك، ينقطع عن الناس ليجلس معك، يطلب إليك بدلة البنين وبدلة الابن إلى أبيه المتحد به، لأنه لا يعرف الآب إلا بالابن الساكن فيه والروح القدس الذي يعزيه، تشرق بنورك على عقله ف
فتسبيه إلى بلاد النور، فيرى عجبا من أسرارك. تتبدل شهوة العالم الساكن فيه بشهوة الحياة معك، وبرائحة النعمة التي تفوح من جسدك عليه، تغنيه عن كل ما في العالم من الروائح الزكية والنسيم العطر. حينما يأكل يراك في لقمة الخبز، حينما يشرب يحس بك أنت الصخرة التي ينبع منها الماء. تصير له كل شيء، ومعك لا يعوزه شيء على الأرض. أنت حياته وكل حاجاته، ليس حينما يسأل فقط، بل وقبل أن يسأل أنت تعطيه أكثر مما يفتكر أو يشتهي. بص، واحد متمتع بربنا إزاي؟ ربنا يدينا أن احنا نعيش هذه الأيام المباركة لإلهنا كل مجد وكرامة وسجود من الآن والأبد، أمين. إن كنت يا إلهي سمحت بأنك تدعونني ابنا، فامنحني صورتك، صيرني كمثالك، أعطيني القوة التي بها أسلك كابن. أنت قلت يا إلهي لا تقدرون أن تعملوا شيئا بدوني. أعطينا الإرادة والقوة والرغبة لكي نشتهي أن نعمل معك في كرمك. لك قلت الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. لإلهنا كل مجد وكرامة وسجود من الآن والأبد، أمين.